لقاءات ممثلي حركة طالبان مع القادة السياسيين الأفغان متواصلة، ونقلت رويترز أن قادة من الحركة سيجتمعون مع مسؤولين في الحكومة الأفغانية خلال اليومين المقبلين. الوكالة نقلت عن مسؤول في طالبان قوله إن أنس حقاني القيادي في الحركة التقى مع الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي لإجراء محادثات، وأضاف أن عبد الله عبد الله مبعوث السلام في الحكومة السابقة رافق كرزاي في الاجتماع. سبق ذلك إعلان الحركة أن أعضاء منها سيشاركون في حوار سلمي مع مسؤولي الحكومة الأفغانية السابقين لضمان شعورهم بالأمان. في الجانب الآخر وفي مطار العاصمة، تواصل مختلف الدول إجلاء رعاياها وموظفيها من أفغانستان، فيما يحاول آلاف المواطنين مغادرة بلادهم، ومن لم يستطع منهم الوصول للمطار طرق أبواب السفارات، ومنهم هؤلاء الذين اصطفوا عند مدخل السفارة الفرنسية. على الأرض، وبعد استيلاء حركة طالبان على الحكم، خرجت مظاهرة في جلال أباد شرق البلاد، عبر خلالها المتظاهرون عن اعتزازهم بالعلم الأفغاني الذي رفعوه، وكان رد حركة طالبان عليهم إطلاق الرصاص، ما أدى لمقتل شخصين. وتداول النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي لقطات قيل إنها توثق لحظة إطلاق الرصاص على المسيرة التي جرت في مركز ولاية نانغرهار. حسن جوليد، العربية. Thank you.